بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بعوث رحمة العالمين. سنة عظيمة جدا ويسيرة جدا مهجورة لا يعلم أكثر الناس، صلاة 4 ركعات بعد أذان العصر وقبل الإقامة، يعني قبل ما تصلي العصر سواء كنت رجل أو امرأة تصلي 4 ركعات. للأسف الشديد النساء ما بتصليش سنة خالص قبل العصر، والرجال لما بيخش بدري الجامع بيصلي ركعتين ويروح قاعد، وما يعرفش إنه لو صلى 4 الثواب هيتضاعف أضعاف كثيرة وحصل ثواب عظيم. المنقبة الأولى الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ونحن في أشد الاحتياج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وتستطيع أن أنت تصلي 4 ركعات دول متصلات، يعني ما تصليهمش اتنين اتنين لو أنت عايز للتيسير. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كثيرا. تصلي ركعتين، تقرأ الفاتحة وسورة صغيرة، وبعدين ما تسلمش، تروح تقرأ نص التشهد بس وتروح قايم وقاري الفاتحة بس ركعتين، كأنك بتصلي ظهر أو عصر. المنقبة الثانية المغفرة. من صلى قبل العصر 4 غفر له. غفر له، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني كبائر أو صغار إلا الكبائر المتعلقة بحقوق الآدميين. المنقبة الثالثة العتق من النار. العتق من النار، يعني كلنا بننتصر شهر رمضان عشان تعتق رقابنا من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من صلى 4 قبل العصر لم تمسوه النار. لم تمسوه النار، لان الوقت ده وقت تلهي. كثير من الناس بيبقى في حاله تلهي عن العباده، اللي بيكون راجع من شغله تعبان ايه اللي إيه. فلذلك وهي سنه قبليه غير مؤكده، يعني الرسول كان يفعلها بعض الاحيان ويتركها بعض الاحيان خشيه ان تفرض على الامه او رحمه بالامه. يعني عندنا في سنه راتبه اللي هم 12 ركعه راتبه. ال4 ركعات دول دي سنه غير راتبه، بمعنى الرسول ما كانش بيعملها على طول، لكن كان يفعلها كثيرا او في بعض الاحيان. المنقبه الرابعه يبني لك قصر عظيم في الجنه. من صلى 4 قبل العصر بان الله له بيتا في الجنه. عارفين يعني بيت في الجنه يعني ايه؟ يعني عشرات الملايين من الاميال زياده في ميراثك في الجنه. اقول لكم الدليل من السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير قول الله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام. قال: الخيمة في الجنة، والخيمة هي الغرفة زي الغرفة بالظبط. 60 ميلا في 60 ميلا وارتفاعها كما بين السماء والأرض. يعني الخيمة مساحتها في الجنة 3600 ميل مربع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: قصر النبي والشهيد به 5000 غرفة. يعني 5000 غرفة. طب اضرب 5000 غرفة في 3600 ميل مربع، يعملوا 21 مليون ميل مربع، والميل 1.6 كيلومتر، يعني يعملوا 30 مليون كيلومتر، يعني ادي ما يساوي مساحه جمهوريه مصر العربيه 30 مره. كل ده في ايه؟ في دقيقه او دقيقتين زياده، ان انت بدل ما تصلي اثنين بس تقوم جايب ركعتين كمان. في اكتر من كده ايه؟ والقصر طبعا ما بيبقاش فارغ، ده انت زودت مراسك من الحور العين وزودت مراسك من الولدان المخلدين. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: سيدنا عمر الخطاب كان يخطب على المنبر وقال: يا ايها الناس، او تدرون ما جنات عدن؟ قصر به 10,000 باب، على كل باب 25,000 امرأة. هو لا يمكن القصر يبقى فاضي، لا يمكن، مستحيل. كل غرفة بيبقى فيها اثنين وثلاثة، واحدة واثنين وثلاثة، يعني آلاف من النساء. يبقى أنت لو بتبني قصر بيبقى فيه متعلقات وملحقات بهذا القصر، ده غير الولدان المخلدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: القصر في الجنة فيه من 10,000 إلى 70,000 من الولدان المخلدين، مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها صنف من الطعام لا يسمع الاخر، يتسابقون على خدمتك في الجنه. يبقى زودت من راسك من الودان المخلدين. عايز ايه اكتر من كده؟ المنقبه اللي بعد كده تكون قد احييت سنه مات لا يعلم اكثر الناس، اصبحت متميزا. اصبحت متميزا، تسبق الناس يوم القيامه، لان من احيا سنه قد ماتت احيا الله قلبه يوم تموت القلوب، كما قال الرسول في الحديث الصحيح. فدي سنه اكثر الناس ما تعرفهاش. فاللي يعمل سنه اللي اكتر الناس ما بتعرفهاش لازم يكون متميز عند ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى ما تخش تصلي الجامع، ما تصليش، ما تصليش ركعتين وتقعد ابدا. يعني مفيش انسان عقله ده هذا السؤال، لا صلي ركعتين، مش عايز تصلي، ممكن تصلي ركعتين وتسلم وبعدين تصلي ركعتين تانيين، او عشان ما تستثقلش ما تكسلش، لا ما تسلمش. بدل ما تقول التشهد كله قول نصه بس، روح قايم وصلي ركعتين اقرا فيهم الفاتحه بس، كانك بتصلي كانك بتصلي ظهر او عصر. عايز تقرا كمان سوره صغيره مع الفاتحه مفيش مانع، خصوصا في بعض الاحيان فعل ذلك، ليس بعيدا عن السنه يعني لو حبيت.
يعني لو قريت بالاخلاص، سوره الاخلاص، سوره الاخلاص 3 مرات كانك قريت القران كله في الثواب. لو قريت سوره الكافرون كانك قريت ربع القران، ربع القران، سوره الزلزال بربع القران، اذا جاء نصر الله وفتح بربع القران مثلا. يعني تقدر تقرا الصور اصابه عظيم جدا في القران. مش عايز مكسل اقرا، صلي الفاتحه، اقرا فاتحه وسوره والركعتين التانيين اقرا فاتحه بس، اصابه عظيم جدا. بين الاذان والاقامه، بين الاذان والاقامه، عشان ما حدش، في ناس بتفهم غلط. بقول لك بقى قبل العصر يقول لك بيفتكرها بعد الظهر، يعني قبل ما يؤذن اذان العصر. لا، مش قبل ما يؤذن العصر، لو هي بعد الظهر كنا قلنا بعد الظهر. كلمه قبل العصر 4 ركعات بعد العصر، يعني قبل الاقامه، يعني بعد اذان العصر قبل الاقامه. فانا هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو في احاديث، الحديث كله هكتبها لكم بالسند، يعني حاولوا تنشروا هذا الكلام، ومن علم علما فبأجر ما عمل به يوم القيامه. لا انقل ذلك من كل شيء، تشوش تفعيل الجرس واشتراك في القناه لاسلام جديد، وساعدوني على الصوره الترويه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.